كنت أتخيل إنك لما تشوف نوسة هتهرب منها. اتأخرتي أوي يا نوسة، اتأخرتي. جيتي بعد ما اتسجنت. مش أنت اللي اتسجنت، حسين بيه هو اللي اتسجن. حسين بيه ده يبقى أبويا. هو الأب يظلم الناس ويسجنها؟ كان لازم يدوق من الكاس اللي أنا دقته. أنت جاية تشمتي؟ لا، أنا جاية أفوقك. فوق يا عمر، فوق، كل اللي حواليك عايزين يغرقوك. وأنت بقى اللي عايزاني أقوم؟ انت اللي سجنتيه يا نوسة. انا ما سجنتوش، هو اللي سجن نفسه. عمر ابوك عمل حاجات كتير غلط، هو اللي باع ضميره مش انا. ارتحتي خلاص يا نوسة؟ انت قمت من ابويا وخدت بطارق. ما كنتش اعرف انك حقودة قوي كده. ويا ترى لسه جواكي شر كمان ولا لا؟ عايزه تعملي ايه تاني؟ عايزه اقول لك ان هو اللي سجن نفسه، وعبد القوي هو اللي فتح له السكه، هو اللي اغراه يشتري ادويه ودبسه فيها وهرب ورفض انه يشاركه. عمر، عبد القوي هو اللي سجن ابوك. يا سلام، انت بقيتي عارفه عنهم كل حاجه. الناس دي ظلمتني وما كنتش هسمح يظلموني تاني. انت عايزه ايه دلوقتي؟ ابويا واتسجن وانا وضعت خلاص. لا يا عمر، مش انت اللي تضيع. انا عارفه انك جامد وهتقف على رجليك وتشغل المصنع، ولازم تطرد عصفور وابنه، دول هم سبب المصايب اللي في المصنع ده، غير عبد القوي طبعا. كفايه كدب بقى، كفايه. انا مش كدابه، أنا عايزاك تفتح يا عمر وتشوف اللي حواليك على حقيقتهم. عايزة أقولك حاجة قبل ما أمشي، أنا بحبك يا عمر، وعمري ما حبيت حد غيرك، ولا هحب حد طول ما أنا عايشة. حبيت اتكلم معاكوا لاني حاسس طول عمري اننا عيله واحده، وان الشركه والمصنع دول بتوعنا كلنا. مظبوط يا باشمهندس. طب والله العظيم كل الكلام اللي بتقوله مظبوط و100%. انا هتكلم معاكوا بصراحه يا جماعه، الشركه بتمر بظروف صعبه، اصعب مما تتخيلوا. بقالي 4 ايام براجع كل حاجه في الشركه من الصبح لبالليل. لقيت فيديوهات كتيره قوي على الشركه، ودي عشان في ناس عايزه تخرب الشركه دي وتوقعها، بس انا عرفتهم ومش هسيبهم. بس ما تخافوش، مرتباتكم هتاخدوها اول كل شهر عادي. بس انا بصراحه مش هقدر ادفع على مكافآت ولا حوافز لغايه الشركه ما ترجع تقف تاني على رجليها، وانتوا اللي هتوقفوها رجاله. بس يعني اللي عايز يمشي او شايف شغل تاني احسن من هنا يتفضل يمشي، انا مش هزعل، كل واحد حر في قراره. ها، قلتوا ايه يا رجاله؟ احنا كلنا معاك يا باشمهندس. زي ما تقول يا باشمهندس، المصنع ده مصنعنا، الشركه دي شركتنا، وزي ما قال نص رجب كلنا معاك يا باشمهندس. ملك انا متشكر قوي على الزياره دي، اصيله وبنت ناس يا ملك. بس انا مش ملك يا حسين بيه. ايه؟ تكونيش اختها التوأم؟ انا بتكلم بجد، انا مش ملك، انا حد لو فكرت من هنا لبكره مش هيخطر على بالك ابدا. انا مش فاهم حاجه. نوسة، نوسة، مين نوسة؟ نوسة، نوسة اللي انت لفقت لها تهمه ودخلتها السجن عشان ابنك ما يتجوزهاش. نوسة اللي انت كنت عايز تبيع الدنيا كلها عشان انت تتجوزها. البت بتاعت الموالد اللي حرمت ابنك منها. انت كنت بتضحكي عليا لحد ما دخلتك هنا السجن عشان تبقى وحدك وحدة. بس الحقيقة مش أنا لوحدي، أنا وصاحب عمرك عبد القوي جديد، هو اللي كان بينفذ كل اللي بطلبه منه، وهو كمان كان فاكر إن أنا دايبة في هواه وإني فضلته عليك. ربنا يكفيك شر مكر العوالم. يا بنت الكلب، هو أنت وأمثالك يا حسين بيه، جايبه لك ده عشان يحلي مرار ايام السجن، تعيش وتاكل غيرها. خد بالك من اللي هقوله ده كويس، انا ومدير المبيعات مش هنقدر نبيع لك نفس الكميه بنفس السعر ولا نفس الميزانيه زي الاول. لا يا سيدي، الرئيس الجديد مشدد شوية، يعني اعمل حسابك ان دي هتكون آخر مرة. أيوة بس المعلوم هيعلى شوية، وأنت كمان معلومك هيعلى. لا لا بقول لك إيه، لو مش عاجبك خد من حد تاني. أنا بص، أنا ما بحبش الفصال، هتدفع ولا مش هتدفع؟ أيوة كده، يلا مع السلامة. برافو عليك يا ولد، عجبتني قوي حتة هتعلي العمولة ولا مش هتعلي. اتفضل يا باشمهندس، اتفضل. 5 دقايق ما اشوفش وش حد فيكم هنا في الشركه، وما تنساش تاخدوا مدير المبيعات بتاعكم معاكم وانتوا ماشيين لو سمحت. نزل ايدك، تحكم ان امد ايدي واضرب واحد زباله زيك يا عمر بيه، احنا قرايب. انا ماشيه يا نوسه، ويمكن ما نشوفش بعض تاني. انا حاسه ان انا في كابوس، ازاي هتمشي وتسيبي كل ده؟ أنا ما سبتش حاجة، أنت اللي معاكي الفكة، إنما وهيبة معاها الأصل. هتهون عليكي مصر، هتهون عليكي بلدنا. لما أنا واللي زيي يسيبوها تبقي لازم تعرفي إنها خربت. زي ما حضرتك هتمشي، ياما ناس كتير قبلك مشوا وما خربتش. أنتوا أول ناس بتعملوا فيها فلوس، وأنتوا أول ناس بتسيبوها. أنت إزاي تتكلمي الكلام ده؟ أصل أنا صعبان عليا إن الناس اللي معاها فلوس بتاخدها وتمشي ويسيبوا الناس الغلابه في فقرهم. طب ما انت عندك فلوس اكتر منه. ما انت لسه قايله انا الفلس مش الاصل. كل واحد وله ميزانه. انا مضطره امشي دلوقتي، اتاخرت. طب هاجي معاكي المطار اوصلك. انا ما بحبش الوداع، انا هسلم عليكي هنا. وهيبه انا من فضلك ما تمشيش. نوسه خدي بالك من نفسك، واذا احتجتي اي حاجه كلميني، هتلاقيني كاني جنبك بالظبط. لكن اذا غيرت رايك وحنيتي هتلاقيني واقفة وفتحالك دراعاتي. أشوف وشك بخير. وهيبة هانم، أفندم أنا جاي من طرف النقابة. ظابط شريف بالظبط. احنا كنا بنحاول نمنع دخول سلاح البلد، والنقيب شريف استشهد. كان عنده امل يقابلك بره السجن، كان كل ليله بيحكي لي عنك لغايه لما حفظت الكلام. كان بيحبك قوي. دي حاجات الشهيد كان شايلها لك، جوابات وخاتم الخطوبة. كان نفسه يتجوزك. بعد إذنك. المدى والبحر اللي ملوش آخر، زي عينيكي بالظبط اللي كنت دايما بغرق فيهم. عارفة نفسي أقضي بقية عمري جنبك، حتى لو انت مش حاسة بده دلوقتي. أنا متأكد إن مصيرنا واحد، وفي الآخر هنتقابل. زي ما قلتلك إحنا صورتين لروح واحدة، ومهما الصورة غابت الروح صاحبها مش غايب. كسبتي ايه في الاخر يا موسى؟ قصدي يا ملك هانم، قولي لي ايه اللي كسبتيه؟ حتى اسمك اتحرمتي منه، بقيتي واحده تانيه. بس اللي غير اسمك معرفش يغير عينيكي ولا يغير قلبك، معرفش يغير اللي جواكي. الانتقام وحش، بدل ما يعور اللي ظلمني عور قلبي، وبدل ما انتقم من الظالم ظلمت معايا عمر وشريف. الله يرحمك يا شريف، الله يرحمك. حتى وهيبة سابتني ومشيت، أنا لوحدي. أنا خايفة خايفة.